شبكة شام، مساء الخير سالار. تفاصيل أكثر على القصف هذا على شمال حسكة، على رأس العين تحديدا، هل ما زال القصف مستمر والحصيلة حتى الآن؟ نعم سيدتي الكريمة، القصف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى بأكثر من غارتين على مدينة رأس العين. حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 9 شهداء حتى هذه اللحظة، وأكثر من 16 جريحا نقلوا إلى المشافي التركية في الجانب الآخر. كما أيضا يعني القصف تركز على مركز المدينة، الغارة الأولى سيدتي الكريمة كانت عند دوار الأعلاف جانب الجراج، والغارة الثانية كانت تبعد عن الغارة الأولى أكثر من 200 متر فقط على طريق المحطة. حالة نزوح كبيرة وحالة ذعر وخوف الآن بين الأهالي بعد تجدد القصف الجوي الهمجي من قبل طائرات النظام. انباء الان مسربه من داخل مطار القامشلي الدولي تفيد بان هناك الان طائرات هليكوبتر تتجهز للاقلاع بالذخيره الكامله متجهه الى مدينه راس العين لتقوم بمسانده كتائب الاسد هناك. اما الوضع الميداني سيدتي الكريمه الان يعني الجرحى والاشلاء ما زالت في الشوارع، الجيش السوري الحر يحاول بشتى السبل التصدي لطائرات النظام التي هي الان حتى هذه اللحظه تقوم بقصف مدينه راس العين. هناك قبل ان تقوم طائرات النظام بالقصف شنت عده غارات وانقباضات وهميه على المدينه، ومن ثم بدات بالقصف بشكل عنيف وعشوائي. القصف تركز على منطقه في وسط مدينه راس العين حيث يحتفظ السكان والعدد الكبير للاهالي، من بين الشهداء هناك اطفال لا تتجاوز اعمارهم 8 أعوام هم، وعدد كبير من الجرحى تم إسعافهم إلى الجانب التركي. هناك صعوبة في نقل الجرحى إلى الجانب التركي، الجرحى الذين هم في حالات خطرة يتم إسعافهم إلى مدينة أورفا التركية. أما في المدن القريبة من مدينة رأس العين سيدتي الكريمة فالدرباسية الآن هناك عدد كبير من عناصر حزب العمال الكردستاني تتأهب لمؤازرة كتائب الأسد في مدينة رأس العين بعد أن قامت قوات النظام بحق. سنكون معك في نشاط لاحقة لتفاصيل الوضع أكثر. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سالار الكردي المتحدث باسم شبكة شام، كنت معنا مباشرة.